طبعا في لقاء جميل، وانا مركبيني سيارة رولز. طبعا انا متعودة على الكشخة والرولز شكلهم جاهزين لمقلب او ما ادري شنو بالضبط. دقوا علي وقالوا لي تعالي نبيك بلقاء ضروري. مساكم الله بالخير مشاهدينا في حلقة جديدة من عالسيف، وتحديدا في عشانا. ضيفتي اليوم جميلة جدا، ارحب فيها منية. مساء الخير. انا فيك يا فيصل، ومشكور على المقدمة الحلوة. انت جميل، تشوف كل شيء جميل، عيونك الحلوة. الله يسلمك. وين الغيبة؟ من بعد السلطانة والزوجة الثانية مختفية. انا بقول لك اول شيء، طبعا الفن في دمي. نعم. انا احب الفن، وحتى لو دشيته بالصدفة. نعم. نجحت فيه بالصدفة، بس في دمي، فما اقدر استغني عنه ولا اقدر اغيب عنه. بس في اقاويل ثانيه تقول لي يوم انت منيا غير مرغوبه عند المنتجين، او في عندها مشاكل غير المنتجين، او شنو ممكن الاضافه اللي ممكن تضيفها منيا؟ اوكي، منيا طلعت بستايل جديد. اوكي، ستايل الجري. نعم. سويت خط بروحي. نعم. كلنا ما ننسى ونتذكر. نعم. نجاح شر النفوس. نعم. ونسب هذا النجاح الى منيا، منيا الحب، عاد منيا الاوفر. منيا اللي انتم عارفينها، حبيبتكم وحبيبه الجمهور. كوني اني انا صارت عندي ظروف ما قدرت اني انا ادخل في اعمال، انت عارف طبعا الحاقدين بيتكلمون وبيقولون والله غير مرغوب. طيب ما انا عقبها سويت يمكن فوق الثمن اعمال. أوكي. وعلى مستوى الوطن العربي، مو بس ان الكويت او الام بي سي او روتانا. لغايه السنه اللي فاتت انا كنت على روتانا. طيب انت عندك مشكله مع المنتجين بالكويت هنا؟ لا لا نهائيا، كلهم اصدقائي وحبايبي، وبالعكس انا اعزهم واحترمهم، ودائما اخلي مثل ما يقولون الخيط اللي بيني وبينهم خيط جميل، يعني ما ينقطع. طيب انت قلتي توك ان انت جيت بخط جديد، منيا الجريئه، انت بس جريئه؟ لا. انت عمرك ما راح تنجح. نعم. الا لما يكون عندك مقومات النجاح. اوكي، بمعنى شلون تخاطب الكاميرا، شلون تطالعها، شلون تغازل الكاميرا. انت مو قاعد تغازل المشاهد الحين. نعم. في امامك اله، الاله هذه لازم تجيد تعاملك معها. طيب بني، اليوم انا بدخل معاك شويه بتفاصيل اكثر، انا واحد من متابعينك، انت مثيره. يشرفني. اي اوكي، حتى مثيره، مو بس كنت مثيره، مثيره واثرتي حتى الغرائز عند الناس. اليوم الناس قاعد تشوفك، ما ادري شلون اوصل لك اياها، تشوفك في نظره مختلفه. انت شايفه هالشيء لامسته ولا مو لامسته؟ اوكي، انت مغريه، اعطيك اياها من الاخر. ما ينفع تقول هالكلام فيصل. لا ما ينفع. انا كلام مو من عندي، انت مو قاعد تتابعين انستغرام، مو قاعد تشوفين التعليقات. اوكي، يعني الكلام ما يبته، مو فيصل قاعد يجيبه. شوف، ان البنت تكون فيها انوثه زايده، انا ما اسوي ازيد من غيري. انا مثل بنات جيلي. هذه منيا اللي انتم عرفتوها من زمان. لما كنت مذيعه في تلفزيون الكويت، واشتغلت مع الاستاذ بدر بورسلي، واشتغلت مع الله يذكره الله يرحمه الاستاذ سلمان العتيبي. نعم. عبيد العتيبي، كلهم اشتغلت معاهم. اضف لذلك، لما كنت بالتلفزيون ما كنت شيء، كان عندنا محاذير. ايه، انت تلفزيون، هذا تلفزيون دوله وحكومه. نعم. انت ما تقدر تلبس مفتوح. نعم. ما تقدر تلبس نفانيف حتى مخصره. نعم. حتى جلستك، كان يجيني تلفون من وكيل الوزاره، عدلي جلستك في اثناء الهواء. ما كنا نطلع، وانا وحده احب اكون على طبيعتي. نعم. انا ما احب انحد، لكن تلفزيون الكويت لها افضال علي، انا ما انكرها. عقب الفيديو كليبات والمسلسلات اللي انا سويتها نجحت، والحمد لله لاقت، يعني لاقت اعجاب من الجمهور. هذا الشيء ما حد ينكره، ما حد ينكر معدل رؤيه شر النفوس. شر النفوس كان اول ثلاث حلقات كان عندنا خمس او سبع اعلانات. في الحلقه العاشره احنا عندنا حوالي 25 اعلان، 25 اعلان على مستوى الوطن العربي. طيب مني، انا بتطرق الى موضوع حصل امس او قبل امس تقريبا، في موضوع فيديو نزل
احد الاكونتات وريال كان كاتب تعليق قال انا تعبت من كثر ما اشوف فيديوهاتك اذا عندك شيء جديد، وانتي رديتي عليه واخذت الفيديو ونزلتيه. اليوم ترى بعض الاقاويل اللي صارت او بعض التعليقات حتى الناس قلت ترى احنا تعبنا واحنا نشوف كذي. تعبوا من شنو؟ تعبوا من تكرار ولا تعبوا من امور ثانيه؟ لا تعبوا من يشوفونه. لا انا ما شوفي انت قاعد تشوف انت لازم تكون صريح معي فيصل عشان ارد عليك بصراحه. انت مغريه في اقراء، الناس تعبت من الاقراء اللي قاعد تشوفه. انا انت مو مغريه بالفيديو كليب اللي سويتيه؟ هذا المنحه مالي طارق ونار نار. هذا شنو؟ مو انا قاعد اتكلم معك بواقع. شنو هذا نار نار؟ انت يعني لازم تسمع. يلا بسمع. لازم تسمع. ابتسامتك حلوة، ابتسامة هوليوودية خطيرة. وانت حلوة بعد. الله يسلمك. هذا اللي مخليني مبتسم. ان شاء الله دوم. وياك. لونك لون المسك، وانا احب دائما السمر، دائما دمهم خفيف. انا ادري تحبين السمر، راح ارد عليك موضوع السمر. ان شاء الله. كان في فيديو محضرته بس. شوف يا فيصل. الحين انا لما اسوي فيديو معين. نعم. اخاطب شريحة معينة. منيا يعني انا لما تربيت اول شيء تربيت خارج الكويت. حلو. لازم الناس تحس ان انا ثقافتي مختلفه. ما افتعل الثقافه هذه لان في يوم من الايام راح يطلع الصج مالك. نعم. الى الان انا مو قادره اتاقلم الوضع. على جو الخليج. نعم. من الاخر لدرجة أني حتى عقب ما تزوجت وصار عندي بيبي وكذي عشت برا، عشت بلندن، عشت أكمل يعني دراسات، أخترع أي شيء، حتى الفيديو كليبس عشت فترة في لبنان. نعم. عشت فترة في مصر، لندن، أمريكا، بيتسبرغ. نعم. ما كنت قادرة أستوعب حتى لما أمشي بالشارع الناس مو مستوعبة. منيا أنت منيا من صج؟ من صج أمورك هذه وتصرفها؟ تصرفات شنو يا جماعه؟ هي يمكن المشاكل اللي صارت لنا الكويتيه. لو تشوفي اشخاص ثانيه انا استقبل. عفوا. نعم. في ناس ترد عليك تقول لك مو كويتيه، انا ما راح ارد على اللي يقولون. نعم. انت كويتيه ولا غير كويتيه، انا ما يعني لي هذا الكلام. نعم. انا مره واثقه بنفسي، عمري ما وصلت للي انا فيه. يعني طلع لي اي شخصيه فنيه وصلت للي انا فيه. أنا من أول مسلسل أخذت فيه بطولة نجح المسلسل فضل من الله. من أول كليب سويته أخذ معدل مشاهدة 500,000. ليش مشاهدة كذي؟ ليش؟ أسأل الجمهور. أنت مو عارفة ليش؟ أنت تسألني أنا أسأل الجمهور. في وايد أمور مغرية. عفوا. نعم. بالكلمة أنت بس يعني استفزيتني. في وايد أمور مغرية ما فيها حتى 5,000 مشاهدة. أوكي. في انا في فيديو بسبب ان اسقطت عني الحضانه بسبب امور معينه في محاكم الكويت. نعم. وانا طبعا اخضع للقضاء الكويتي. نعم. انا ما اقدر يعني اعلق عليه بس القضاة شايفينه. وهذا اللي خلى الولد حق خالد اليوم اللي طافوا. ما احب اقول اسم ولدي ولا ابوي يحب. انت طرحتي الموضوع على المكان. ما قلت اسمه. ما قلت اسمه وهذا شيء يخصه. الولد الان عدى 13 سنه. هذا شيء يخصه. ما يحب اقول اسمه. اليوم اشتياقك لا وصل للدموع. انا قاعد اموت كل يوم. انا قطعه قلبي. قطعه قلبك انت يا بني ادم يا انسان انشلع منك كأنك تصلخ. كأنك تصلخ جلد حية. It's my baby. فهمت علي؟ يعني أنت قطعة قلبك. إن شاء الله الله يرد لحبك. إن شاء الله. وإحنا ندعي لك. إن شاء الله. بخصوص الفيديو. نعم. أنا لما أرد وأكسر حاجز العناد. أنا شخصيتي عنيدة برج العذراء. أكسر حاجز العناد وأرد على كل شخص ينشر فيديو لي، انا بالنسبه لي هذا انتصار. اني انا ما اجعل هذه عقبه بالنسبه لي. لما اطلع برا الكويت او اني انا انشغل في شيء اهم من الفن. انا احب الفن ما اقدر انكر، بس لما انشغل في شيء اهم من الفن كلنا فاهمين. ومن خلف الكاميرا وامام الكاميرا والجمهور فاهم ان خبزتنا هي شهادتنا. نعم. ليش كلهم اغراء؟ كل انزين بنات ريايل
بنات امهات يجوني الحين العياده اللي تلمني واللي تحبني انا اتونس بوجودكم يمي. انا ما عندي ابو، امي بس عايشه معي، ولدي كان ونسي بالحياه الله يحفظها ويخليها لي. ما عندي عزوه، فالناس هم عزوتي، فلا تسلقني من الناس. لا ان شاء الله ما راح نسلقك. يعني شنو موضوع اغراء هذا؟ لا يعني لي. انت مقتنع اليوم اللي قاعد يصير هذا كله طبيعي؟ هذا جواز طبيعي وما فيه مشكله تتخطى فيه جمرك، لان البنت اذا مو جميله راح يعطونها ادوار، خلينا نقول مثلا ممكن تكون ادوار مضحكه، ادوار سخريه. لكن انا من اول دور، وانت ما تنكر هذا الشيء. طيب انا بسالك السؤال اليوم، برجع شوي وانا قاعد اتابع لقاءاتك السابقه، قلتي لي بعد الفيديو كليب قعدتي برا الكويت سنه، كان في تهديدات، هل الكلام هذا صحيح؟ نعم، كان في تهديدات بسبب الجنسيه وامور كثيره ومباحث والجنائيه. انا طبعا الحمد لله انا طلعت منها بسلام الحمد لله، لكن انا شخصيتي هاديه، مو من النوع اللي احب الضغوط النفسيه. انا ما عشت بضغوط نفسيه، ولا احب اعيش نفسي بضغوط نفسيه عشان اكون متواجده مع فيصل وسين وصاد وعين من الناس. طيب اللي صرحتي قلتي انا امتلك كنوت طاغيه، ليش لا؟ قلتي هالكلام. ما صرحت صراحه، بس اللي قاعد يسالك مثل ما انت تستفزني الحين تسالني. انا مو ذكر، انا عندي بالبطاقه انثى. اوكي، وانت طاغيه؟ والله انت شايف كذي. تبي الرد يعني؟ تبي ارد ولا ما ارد؟ خلي الناس ترد. ما ارد انا؟ فيصل انت لازم تكون موقع المحايد. انا محايد بس انت سالتيني عشان ارد عليك. ابتسامتك الهوليووديه هذه. طيب وعندك لقب اليوم، لقب الانثى الخليجيه، سيده او شغله في الانثى الخليجيه؟ انثى الشاشه الخليجيه. نعم. هذا طبعا الجمهور اعطاني اياه وانا فخوره في هذا اللقب. نعم. اعطوني لقب اخر. نعم. الوطن العربي في المغرب، ملكة حسنوات العرب، وانا افتخر اني اكون ملكة حسنوات العرب بجنسية خليجية. ما راح اتكلم عن الجناسي لان هذا الشيء ما عندي فيه عقدة، لان الكل قاعد يسالني انت مغربية، انت سورية، انت مصرية، انت سين وصاد وعين. مع احترامي لجميع الجنسيات، انا منيا، ومو اي منيا، انا منيا الحب. اغنية مشاعر وايد تاثر فيك. أنا تو حطيت من فترة قصيرة حيل أغنية شيرين مشاعر تشاور، ودخل عليها فوق 20,000 متابع. أنا كنت أبكي فحطيتها، الناس بكت معي. احنا نقول الله يبعد عنك الدموع، الله يسلمك ويرد وليتك إن شاء الله لحضنك، إن شاء الله كله تعدل. قرت عيني بحب الناس. نعم. قرت عيني بوجودكم حوالي، كلكم حبكم. واستأنس فيكم، استأنس كربع وكأصدقاء وكأخوان. أرجو أن أنوثتي ما تضايق أحد، حريم وريايل، لأن أنا أحب الكل. ما عمري تحيزت الفئة غير الثانية، لا جنسية، لا عرق، لا أصول. أنا لي باللي قدامي، إنسان زين راح أتعامل معاه زين، أنا مو ملاك. إنسان شين راح أسكر الدريشة. أنا سعدت بلقائك، وايد كنت سعيد، وأعتذر إذا استفزيتك اليوم. أنت مذيع شاطر. الله يسلمك. وأعتقد أن يعني أنت في الصعود. إن شاء الله. صعود متتالي، مع الاحتفاظ بالابتسامة. نعم. والاستفزاز. ذكرني يمكن بمفيد فوزي. خليني أقول لك شغلة. يوم تأخرتي كنت أنا متضايق. أكيد. بس يوم شفتك الحين نسيت كل شيء. اول شيء انا اعتذر لك، اعتذر للستاف كله اللي خلف الكاميرا. من الحب حياك الله. الله يسلمك، مشكور، مشكور فيصل، مشكورين مشاهدين، شكرا قناه العداله على استضافتهم لي، حبهم لي، وان شاء الله حب الجمهور. منيا الحب تحب احبابها. ان شاء الله. مشكور فيصل. حبيبتي. تمسون على خير.